AMD versus NVIDIA. الحوار اللي وقع بين شعوب عائلات. الحوار الأخير بملخص الحوار الرخم. AMD versus NVIDIA. كل شركة ليها مزايا وعيوب. NVIDIA. برامج احلى زي شادو بلاي، التسجيل بقى الفريم لوس، كروت ناجحه اكتر، دعم الالعاب اكتر، تصليح لعب زي باتمان اركام نايت. I'm Batman. كروتهم الناجحه ناجحه بفرق صغير جدا عن كروت AMD. ما بين كل الكروت كارت او اتنين ناجحين بس القوه. البرامج مؤقته التعامل، دعم اقل بمراحل من شركات الالعاب. موضوع الحراره انا مش شايفه نهائي، ودعم تجربة بكارت الـ R9 Fury اللي الريفيو بتاعه هينزل قريب. استهلاك الكهرباء عالي بس عادي، وده برضه لأني استخدمت الـ R9 Fury على باور سبلاي 530 واط، بس ده طبعا شيء لا أؤيده، كنت مفروض على الأقل باور 650 واط لضمان أقل مشاكل ممكنة. أكبر عيب عند AMD حاليا هي كروتها، سلسلة الـ R9 300 هي بالظبط سلسلة الـ R9 200 باختلاف تصميم وتبريد والبعض الموديلات رام زيادة. سلسلة الفيوري الجديدة واللي مش فيها غير الـ R9 Fury بس، الفيوري X كارت فاشل لأن أداء مقرب جدا من الفيوري بسعر أغلى، وأقل من المنافس بتاعه 980 Ti بكتير. من الآخر، الكروت الناجحة حاليا من السلسلة الجديدة R7 360، R9 370، R9 380، وده منافس جامد جدا لـ 960. وبعد كده R9 Fury أعلى كارت عندهم وأحسن كارت عندهم. كروت انفيديا 950 960 970 980 Ti، يعني تقريبا كل كروتهم إلا كارت واحد. مش لازم الضجة بتاعت ده أحسن من ده والهبل ده، كل شركة ليها كروت ناجحة وليها كروت فاشلة.